قال نائب في البرلمان الإيراني إن اجتماعا في البرلمان بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ناقش رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 50% في إطار تقليص إيران التزاماتها الدولية للمرحلة الثالثة. ونقلت وكالة إيكانا التابعة للبرلمان الإيراني عن النائب حميد رضا حبيبي قوله إن صالحي أكد على أن طهران تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزية المتطورة التي تستخدم للتخصيب. بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة عدة أحياء في اسطنبول، طمرت المياه البازار الكبير التاريخي، حيث أظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات. وغزت الصور مواقع التواصل الاجتماعي.